السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي افتح ملف اكسس من ال SPSS. من فايل هقول له open database واقول له new query، هتلاقي ان انا اقدر افتح ملف ODBC، اقدر افتح ملف امازون، ملف اكسل، اي موديل. انا اختار الاكسس واختار من هنا التيبل تايب، تيبل فيوز وهكذا، وبعد كده هبدأ اختار الملف، هقول له براوس، وهروح رايح هنا للملف بتاعي. لو انت ما عندكش ملف ممكن تفتح الملف اللي بيجي سامبلز مع التنصيب البرنامج. هروح للسي وهروح لبروجرام فايل، وبعد كده اسم الشركة، البرنامج سامبلز، وابدا من هنا اقول له ان انا عايز ملف اكسس. ففي ملف هو ديمو، اقول له اوبن اوبن، فبيقول لي اختار ايه الحاجات اللي انت عايزها. فممكن تعمل سيلكت وتدوس على الساعه، او ممكن تدوس على الديمو مره واحده يبداوا يجوا عندك هنا. فاقول له نيكست، ده الفيلد نيكست. ممكن تقول له فينيش ويتنقل كلهم. هنا بقى بيقول لي كل عمود الاسم بتاعه مكتوب ازاي والتايب بتاعه، نيكست، ده الريزولت، فينيش. فهيبدأ يفتحوا لي بالشكل دوت. هتلاقي عندك خانتين اللي هي الداتا فيو، دي اللي هي القيم، وشايف الرؤوس اللي عاملها ديت هي اللي موجودة هنا في الفاريبل فيو. هتلاقي هنا النيم، ده الاسم، ولازم ما يكونش فيه مسافات، ينفع يبقى عربي بس ما ينفعش يبقى فيه مسافات. لو عايز تخليها كلمتين تفصل بينهم بشرط. وهنا النوع بتاعه، فممكن تختار هل هو رقم، هل هو رقم وفي دوت، هل هو دولار، هل هو عملة من العملات، هل هو نص، وهكذا. وبعد كده تختار الويتس قد ايه. هنا مثلا ده عبارة عن نص، فعشان كده مديله 255 حرف بحيث ان هو يكتب الاسم براحته. هنا الليبل ده بيكتب وصف للاسم، وده ممكن تخلي فيه مسافات وتكتب بالعربي انجليزي زي ما انت عايز. هنا الفاليو، الفاليو يعني ايه؟ يعني هنا مثلا النوع، مثلا ممكن يبقى ذكر او انثى، عندي اختيارين، تمام. فممكن مثلا تيجي هنا وتقول له انا عندي اختيارين، هخلي ده مثلا ده واحد، وهنا الليبل ده مثلا هقول ان هو ذكر، واقول له ات اتنين ده انثى. فهو لما يكتب واحد او يكتب ذكر او انثى، وهتبقى الكونتين زي بعض، يعني واحد او اتنين هيبدل بيها. ومن العلامة دي تقدر تخلي الخلية تعرض لك القيمة دي او تعرض لك القيمة دي. وبعد كده ميسنج يعني ايه؟ يعني بقول له في حاجات مستثنية. لما تدوس هنا اول حاجة مفيش ميسنج، هنا هديله ثلاث قيم مستثنية لما يلاقيهم يتجاهلهم. الرينج بقول له من رقم كذا لرقم كذا استثني، تمام. بس يمشي في سترينج، يعني هتيجي معايا لو انا اخترت مثلا حاجه نمبر، اقول له مثلا ميسنج، فهيبدا يديني رينج. اقول له مثلا من رقم مثلا 20 ل 23 استثني، وفي ممكن اضيف قيمه، يعني هنا مثلا اقول له من 10 ل 20، وهنا اقول له مثلا وخلي 25 مستثنيه قيمه معينه، وهنا بعد كده المحاذاه وهكذا. طيب ممكن بعد كده نعمل تحليل للبيانات من اناليسيس. كل دي امكانيات ان انت تقدر تحلل بيها البيانات اللي عندك. فممكن مثلا تقول له انا عايز اعمل ريبورت وتبدا تشوف القيم. ممكن تعمل كاستم تيبل زي ما انت عايز. ممكن تبدا تشوف معامل الحضار مثلا وهكذا. ممكن مثلا تقول له السكيل وتقول له ريبيلتي اناليسيس، وتبدا تختار القيم اللي انت عايزها بالشكل دوت، ويبدا يجيب لك القيم ديت. على سبيل المثال ممكن مثلا نختار الكار، فين الكار، تمام، ونختار الكاربت عمك، وتبدا تشوف ايه القيم اللي انت عايز يبدا يحللها لك ويبدا يظهر لك، وتقول له كونتينيو، تقول له اوكي، فهو يبدا يعمل لك تحليل للقيم ديت. وممكن تيجي هنا تقول له انا عايزها على شكل تشارت بيلدر، وتبدا تختار الشكل اللي انت عايزه.
وتقدر تشوف أنهي قيم اللي هتحط هنا وأنهي قيم اللي هتحط هنا. ممكن مثلا ده ال ID وتقول له مثلا مثلا ال age مثلا هي اللي هتبقى هنا، وتبدأ تقول له مثلا أنا عايز scale variable أو مش عايز scale. طيب ممكن تحط ديت سيبدأ يجيب لك قيم بالشكل دوت، وتبدأ تحدد ايه ال properties of، تبدأ تحدد الخصائص بتاع كل واحد فيهم. ممكن في مجرد بس ان انت تسحب واحدة من دول تحطها هنا يبدأ يغير لك الشكل ويبدأ يعمل لك تحليل للبيانات بالشكل دوت.